السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود. شرح فيديو جديد في برنامج بايثون فور ماشين ليرنينج اند داتا ساينس. النهاردة هنتكلم عن ازاي نكتب كود في برنامج بايثون، لكن قبل ما اعلمك ازاي تكتب كود في برنامج بايثون لازم تعرف ان في حاجة عندنا اسمها انفايرومنت. انفايرومنت دي هي المكان اللي بيتم عن طريقها كتابة الاكواد وتنفيذ الاكواد والبرمجيات الخاصة ببرنامج بايثون. بمعنى ان برنامج بايثون دوت عبارة عن سيستم، ولازم يكون في شلال او حلقة وصل اللي يوصل لي سيستم دوت بنظام نكتب بيه الاكواد. تمام، يعني زي ما تقول كده ان ده السيستم، والبيئه اللي بيشتغل عليها السيستم هي ايه، هي الانفايرومنت بتاعتنا. تمام، ده بدايه كده عشان تعرف احنا ليه بعد ما نزلناه هنشتغل على حاجه معينه. طيب ايه الانفايرومنتس اللي عندي اللي هشتغل عليها؟ عندي ثلاث حاجات، اما تكست اديتور، واما فول اي ديز اللي هي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت، واما نوت بوك انفايرمنت. انا هشتغل معاك في نوت بوك انفايرمنت لان هي تعتبر يعني حاجه سهله جدا في تعلمها، ويعني كمبتدئ حلو جدا انت تبدا ايه بنوت بوك انفايرمنت اللي هو جوبيتر. طيب يعني ايه اللي يختلف مثلا بين النوت بوك انفايرمنت والاي ديز اللي هي انتجريت ديفلوبمنت انفايرمنت؟ زي مثلا سبايدر دوت يعتبر من الايه، انتجريت ديفلوبمنت انفايرمنت. دوت يعتبر ايه؟ دوت معمول خصيصا اولا لايه؟ لبايثون. ده معمول خصيصا، وده بنستخدمه في اللارجر بروجرامز. تمام، فيعني لما توصل مستوى ادفانس شويه والشغل بتاعنا يبقى اعلى شويه هدخل معاك في شغل ايه على سبايدر. تمام، دوت الفرق، لكن مش هتفرق كتير خالص، لكن احنا يعني نشتغل على الاسهل والكويس، يعني مفيش فرق كبير بينهم يعني، بس هنشتغل احنا عليه على جوبيتر. ده بدايه كده. تمام، طيب دلوقتي انا هعلمك الاساسيات ازاي نكتب الكود في جوبيتر او النوت بوك بتاعتنا. تمام، اول حاجه نضغط على لانش، بس قبل ما تضغط على لانش طبعا هتيجي عند الستارت، و اناكوندا نافيجيتور تفتح اناكوندا نافيجيتور وهيفتح معاك الايه، الويندو دي. تمام، ده البدايه بتاعتنا. بعد ما تفتح معاك الويندو دي هندخل على جوبيتر نوت بوك ونطلع على لانش. حلو، هيفتح معانا دلوقتي. ملحوظه بس، جوبيتر نوت بوك دوت لا يحتاج الى نت اطلاقا، يعني انت ما تظنش عشان هو فتح لي في كروم ان هو يحتاج نت، لا مش بيحتاج نت خالص. بدايه كده هتبص لللوكيشن بتاعه او الاسم بتاعه فوق. تمام، هتلاحظ ان هو مكتوب لوكال هوست 8891. لا انا مش هنشتغل على دي، يا اما تخليها لي 8888 او 8889. تمام، يعني دي هنغيرها ونخليها 8889. حلو، نضغط على انتر. تمام، انا عايزها تشتغل كده عشان في بعض الايرورز وكده، يعني الناس عندهم متصفح زي عندي كده مثلا جاب لي مثلا 8890، لا انا عايزها 8889. تمام، ده في البدايه كده. ازاي بقى اكتب الكود في جوبيتر بكل سهوله؟ هاجي عند نوت نيو، وبعد نيو هلاقي مكتوب نوت بوك. اللي تحت النوت بوك دوت هو دوت اللي هبدا اكتب فيه الكود بتاعي بايثون 3، او لو ما كانش اسمها بايثون 3 عندك، لكن اللي هو دايما اللي تحت النوت بوك هو بايثون. تمام، تضغط على بايثون 3. وفتح معانا دي اللي من خلالها هنكتب الكود بتاعنا. ازاي بقى يعني انت كشخص لسه بادئ كده على وجه الحياه في البرمجه ازاي اكتب الكود بتاعي بكل سهوله؟ انا لو عايز مثلا اطبع كلمه جود كود، حلو، اسم القناه بتاعتنا طبعا، يعني اول حاجه تبدا بيها على وجه الحياه في البرمجه هيبقى اسم القناه بتاعتنا. تمام، فاكتب برنت. حلو، وبعد البرنت افتح اكواس براكتس، وبعد الاكواس هفتح كوتيشن ماركس. كوتيشن ماركس يعني علامات تنصيص. تمام، اللي هي حرف الطاء عندك تضغط عليها، وبعد كده تكتب الكود بتاعك دوت البيزكس بتاعة كتابة كود معين. تمام، وجود كود. تمام، اضغط على شيفت انتر، تضغط عليه شيفت انتر او تضغط على رن. يبقى تاني كده عشان تعمل ادراج للكود بتاعك او تشغيل للكود بتاعك او رن الكود بتاعك هتضغط اما على رن او على شيفت انتر. شيفت انتر. حلو كده، تم كتابة أول كود ليك بنجاح. تمام، يبقى تم كتابة أول كود ليك بنجاح. برنت، ونفتح أقواس، وبعد كده كوتيشن ماركس. تمام، اللي هي حرف الطاء عندك، ونكتب الكود بتاعنا، وإما نضغط على رن أو شيفت وإنتر. لكن لو ضغطنا على إنتر بس، يعني لو كتبت برنت وفتحت أقواس وعملت كوتيشن مارك، كتبت
جود مثلا، ضغطت على انتر هينزل تحت، واخد بالك؟ يبقى هنا نزل لي تحت ما عمليش الكود بتاعي، لكن لو عايز اعمل الكود بتاعي يا اما شفت انتر يا اما رن. حلو خالص. طيب انا عايز اكتب ملحوظه ولا نعتبرها كود، يعني ديت مش كود، انا عايز ملحوظه كده وماليش دعوه ما اعتبرهاش اكواد. بكل سهوله هاجي هنا في المنطقه دي تمام، واختار مارك داون. مارك داون ديت يعني كتابه ملحوظه تمام، ومش هيعتبرها اي كود خالص. يعني انا مثلا اكتب ماي نيو كود او ماي فيرست كود. حلو، ماي فيرست كود. حلو تمام، وران. دي بالنسبه لي ملحوظه مش كود تمام. هتلاحظ ان الكود بيبقى ان وسكوير براكتس تمام اقواس دي، لكن الملحوظه لو شفناها هتلاحظ ان هي ايه، عاديه يعني تمام. يبقى دلوقتي انا علمتك ازاي بدايه كده يعني الفيري فيري بيزكس بتاعتنا، ازاي نكتب كود وازاي لو عايزين نكتب ملاحظه. طيب في حاجه يعني كده هيلب تمام، ولو انا عايز مثلا اعرف الشورت كاتس بتاعتنا الاختصارات بتاعتنا، هاجي عند كيبورد شورت كاتس وهيقول لي الاختصار بتاعتك، كل اختصار بتاعه فايدته ايه ونظامه ايه. طبعا انا هشرح لك بالتفصيل لو انت بس عايز تشوف بنفسك وكده. فدي كانت معنا يعني بدايتنا او الاساسيات بتاعتنا او ازاي اكتب الكود بتاعي. طيب دلوقتي انا عملت الكود بتاعي حلو، لو جيت في هوم هلاحظ ان الكود بتاعي هنا اتسجل هنا تمام. بس مشكلته ايه؟ مشكلته ان الكود بتاعي او اللي انا عملته دلوقتي ما يفتحش غير بجوبيتر، لانه ليه اختصار خاص بيه كده اسمه اي بي واي ان بي، اي بعد كده بايثون وبعد كده ان بي اختصار نوت بوك تمام. فانا ما ينفعش افتحه خالص غير عن طريق ايه؟ غير عن طريق جوبيتر تمام. طب انا لو عايز افتحه هضغط عليه طبعا. طيب من بره لو انا جيت اشوفه من بره كل سهوله، هاجي عنده هنا. احنا اتفقنا، انت فاكر لما عملنا اسمه ايه دوت، عملنا الكوماند برومبيت تمام. لما جيت لك هنا وقلت لك افتح الكوماند برومبيت اللي انت تكتب سي ام دي تمام، ونفتح الكوماند برومبيت واشوف الكمبيوتر دايركتوري بتاعي عن طريق سي دي تمام، وانتر. هيلاحظ ان الوركينج دايركتوري بتاعي او الكمبيوتر دايركتوري بتاعي المكان اللي سيتم فيه حفظ الملفات هو ايه، هو سي يوزرز اتش بي تمام. فانا فتحت الاتش بي عندي زي ما اتفقنا، اللي هو المكان الذي يتم فيه حفظ الملفات عندي. هلاحظ ان الايه، ان اول كود كتبته اتسجل هنا، وهلاحظ ان هو ملوش فتحه معينه لان هو بيفتح باناكوندا. بيفتح بايه؟ باناكوندا. ديت اول ملحوظه عندي. لو انا عايز اغير العنوان بتاعي بكل سهوله، هاجي هنا فين، هاجي هنا تمام، وهاجي عند العنوان اللي هي ايه، انتايتلد تمام، واضغط على كليكين شمال وهكتب العنوان الجديد. العنوان الجديد هسميه ماي فيرست كود. هل دوت اسم العنوان بتاعي ورينيم كده اتسمى عندي ماي فيرست كود. حلو خالص. وهلاحظ ان هو اتسمى هنا ماي فيرست كود. ولو جينا هنا في مثلا جي بي زي ما اتفقنا، هحطه في جي بي تمام، هلاحظ ان هو اتسمى ماي فيرست كود تمام. يبقى دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نكتب اول كود عندنا في جوبيتر. بعد كده عرفنا ازاي نغير العنوان بتاع الجوبيتر بتاعي او الملف اللي عملناه تمام، وازاي نعمل ران، وازاي نضغط على انتر، وراجعنا على ازاي نشوف الوركينج دايركتوري او الكمبيوتر دايركتوري بتاعنا عن طريق سي ام دي من هنا تمام، ويطلع لنا الكوماند برومبيت ونكتب سي دي تمام. دوت طبعا فيري بيزكس، وهنستكمل السلسله طبعا من الصفر زي ما اتفقنا، يعني ما تشولش اي هم اطلاقا. أتمنى أكون استفدت من الفيديو دوت، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك الفيديو لو عجبك، شكراً.